بالتأكيد لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الذهاب طبعا اللي هتجمع بين منتخبنا الوطني أمام المنتخب السنغالي في تصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. مباراة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم، إن شاء الله تكون في تمام الساعة 9:30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وهتكون بحضور جماهيري كامل العدد في استاد القاهرة. منتخبنا طبعا بقيادة البرتغالي كارلوس كيراش المدير الفني للمنتخب بيواصل استعداداته لهذه المباراة الهامة والمصيرية طبعا في تاريخ جيل كامل من لاعبي منتخب مصر. منتخبنا بيواصل تدريباته الجادة طبعا النهارده اليوم الثالث على التوالي وسط حالة من التركيز الشديد سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين. وامبارح كمان كان في زيارة هامة جدا لمعسكر منتخبنا الوطني وزيارة تحفيزية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعاه كمان الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يوصلوا طبعا للاعبين الدعم الكامل ورسالة منهم يتقدموا طبعا ليهم الدولة المصرية كلها من أجل تحقيق طبعا هو الحلم الأكبر والحلم المنشود هو الصعود لكأس العالم والمونديال القادم. كمان حالة سرية طبعا والحظر الإعلامي بتعود من جديد لمعسكر منتخبنا الوطني بعد ما تم فتح المعسكر كان امبارح لمدة ربع ساعة لوسائل الإعلام. كمان خلوني أقول لحضراتكم إن في جلسات تحفيزية بيعقدها اللاعبين نفسهم بينهم وبين بعض، والكل عنده حالة من الإصرار والعزيمة القوية إن يحققوا طبعا أحلام الجماهير المصرية كلها باجتياز مباراتي السنغال والصعود إن شاء الله للمونديال. يعني أكيد كل مصري وكل عربي بيتمنى أكيد فوز منتخب مصر إن شاء الله بكرة، عفوا يوم الجمعة القادم أمام المنتخب السنغالي، ونقدر نحن إن شاء الله ننهي المباراة من مباراة يوم الجمعة الدعم الجماهيري الكبير المتوقع يكون في استاد القاهرة يكون ممتلئ على آخره. إن شاء الله كل الدعم والدعوات كلنا لمنتخبنا الوطني رجالتنا والجهاز الفني إن شاء الله يكون قدير في اختيار موفق كمان في اختيار التشكيل المناسب لمنتخبنا الوطني. نبدأ بالخطة اللي تناسب إمكانيات منتخب مصر إن شاء الله نصعد ونصعد بجدارة كمان أمام المنتخب السنغالي. نروح برضو مع حضراتكم للجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، والنهاردة بشكل كبير جدا يستقر كارلوس كيراش المدير الفني لمنتخبنا على طريقة اللعب الخاصة بالمباراة طبعا يوم الجمعة القادم زي ما قلت لحضراتكم. طبعا كيراش كان بيدرس خلال الساعات اللي فاتت مع جهازه المعاون بعض الأمور الفنية منها أنه يغير طريقة اللعب أمام السنغال في مباراة الذهاب اللي تقام هنا في مصر عشان يكون لمنتخبنا أكيد شكل هجومي أكبر لما بتلعب بثلاثة خلف المهاجم، وبيدرس انه بيبدا بتريزيجيه من بدايه المباراه في التشكيل الاساسي وده يكون على حساب عمر مرموش او على حساب حد من ثلاثي خط الوسط سواء السوليه او النني او حمدي فتحي. فبالتالي لو عمل كده هيغير التشكيله او طريقه اللعب من 4-3-3 هيغيرها ل 4-2-3-1 عشان يبدا بشكل هجومي اقوى من بدايه المباراه، ونستغل عامل الارض والجمهور في الضغط المبكر طبعا على دفاعات المنتخب السنغالي واحراز طبعا هدف في بداية اللقاء. دايما البدايات تبقى مهمة جدا لمنتخب مصر. كمان التفكير ان تريزيجيه يبدأ المباراة بشكل اساسي جه لاستغلال طبعا الحالة الفنية العالية اللي بيمر لها اللاعب يعني بكل صراحة في الفترة الاخيرة مع فريقه التركي بشكل شهير في الفترة الاخيرة، فبالتالي تريزيجيه هيكون دوره مهم جدا في هذا اللقاء، وممكن بنسبة كبيرة ان كارلوس كيروش يبدأ بتريزيجيه من بداية المباراة عشان يكون المنتخب الوطني المصري شكل هجومي اقوى من بداية المباراة. لسه مكملين مع اخبار منتخبنا الوطني، وكان في جلسه جمعت بين محمد مجدي قفشه اللي عاد كمان من جديد لقائمه منتخبنا الوطني لمباراتي السنغال، احنا عارفين بعد ما تم استبعاده من قائمه المنتخب الوطني في كاس الامم الافريقيه الاخيره. كيروش كان اجتمع مع قفشه واشاد من مستواه في الفتره الاخيره وانه سعيد جدا بالحاله الفنيه اللي بيمر بيها اللاعب في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي وانه هيكون ليه دور في مباراتي السنغال طبعا اللي تقام في مصر في يوم الجمعه والمباراه الثانيه تقام في السنغال، وطلبوا بالتركيز الشديد في المرحله المقبله. طب محمد مجدي قفشه دوره مهم جدا مع منتخب مصر، لو رجعنا مره اخرى لطريقه 4-2-3-1 اللي كنا بنلعب بيها طبعا خلال الفترات السابقه لمنتخب مصر هيكون محمد مجدي قفشه دور مهم جدا ومحوري طبعا في مركز صانع الالعاب، هيفيد اكيد منتخب مصر وكورته طبعا مميزه. احنا عارفين قفشه في الفتره الاخيره كان مميز جدا مع النادي الاهلي، يعني في بعض الاوقات كان مستواه متراجع لكن قدر انه يرجع مره اخرى بقوه وقدر ان هو يرجع مره اخرى الى قائمه المنتخب الوطني. نروح دلوقتي لمنتخب السنغال واخر اخباره، والمقارن يصل خلاص بعثه منتخب السنغال الى القاهره اليوم استعدادا لمواجهه المنتخب الوطني المصري يوم الجمعه القادم. وتتكون بعثه المنتخب السنغال تتكون من 35 فرد وبيخوض اسود التيرانجا مران وحيد باستاد القاهره، يكون المران ده
بكره على استاد القاهره. طبعا منتخب السنغال طبعا كان عامل معسكر زي ما عارفين في دوله المغرب الشقيق عشان يستعدوا بيه لمواجهتي المنتخب الوطني المصري. يعني عايزين نتكلم على الماتش بشكل اكبر. ماتش يوم الجمعه مباراه مهمه جدا لجيل طبعا يعني بيمني النفس طبعا يعود مره اخرى لكاس العالم. صعدنا طبعا النسخه الماضيه، نمني النفس ان شاء الله المره الثانيه على التوالي باذن الله ان احنا ننجح ان شاء الله نوصل لكاس العالم. ده حلم كل المصريين وحلم منشود ان شاء الله كلنا ورا لاعبتنا وجهازنا الفني بالجمهور الكبير ان شاء الله اللي هيملي استاد القاهره، نحقق ان شاء الله حلمنا ونوصل لكاس العالم وننهي المباراه من بدري بدري من مباراه الذهاب يوم الجمعه ان شاء الله. خلونا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي اخبارنا وفقرات طبعا اخبار اون تايم. خليكم معنا. برحب بكل مشاهدينا.